السلطان الفاتح البطل يلدرم بايزيد خان، إنه بطل ومحارب نيبولو الذي حافظ على وحدة الأناضول، وبفضله ازدهرت الدولة العلية العثمانية من جبال طوروس إلى نهر الدانوب. هو القائد التاريخي الفذ المغوار، سلطان البلقان، الفاتح يلدرم بايزيد خان. تقع جامعتنا في وسط جغرافية الأناضول في العاصمة المركزية أنقرة، في منطقة إسنبوغا، بالقرب من مطار أنقرة الدولي المسمى اليوم منطقة إسنبوغا. جامعة أنقرة يلدرم بايزيد التي تتبنى نهج المعرفة والإرادة والشجاعة والسرعة في الإنجازات، تتكون من 8 حرم جامعي و15 كلية ودبلوم ومعهد موسيقي و4 مدارس مهنية و28 مركزا للأبحاث، فيها 70 قسما و5 معاهد. تقوم جامعتنا بتدريس اللغة الإنجليزية في العديد من الأقسام، والتي ستؤمن مستقبلكم المهني والعلمي، كما أن هناك تأمين لفرص لتعلم لغة أجنبية ثانية، وهناك اهتمام كبير لتوفير فرص لطلابنا الأعزاء للتعليم المهني لإعدادكم للحياة المهنية بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية. طلابنا الأعزاء، دائما يسعدنا رؤيتكم بيننا في أقسام جامعتنا التي يتم عبرها تحقيق أمنياتكم وتحويل أحلامكم إلى واقع عملي ملموس في المستقبل.